السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا يونت 3 الفيرست كونديشنال الحالات اف كلوز. عندنا اخذنا بالدرس السابق الاف كلوز الحالة الصفرية الزيرو كونديشنال. اليوم راح نتكلم عن الفيرست والسكند حسب الوقت. راح نبدأ بالفيرست. الفيرست كونديشنال تذكرون بس خلينا نرجع على السريع على الزيرو كونديشنال. قلنا جملة بيها اف، جملة الشرط وجملة جواب الشرط اللي ما بيها إف. بالزيرو كونديشنال الحالة السابقة اثنينهم present simple present simple، ممكن أبادلهم بالأماكن ما عندي مشكلة، يبقون اثنيناتهم present simple present simple. هسه راح نجي على الفيرست كونديشنال، نجي عليهم. إذا أول شيء هنا خلي الإف بالنص، فأكو قبلها جملة وهي جملة إف. جملة إف تكون أيضا بالمضارع البسيط، أيضاً present simple يعني نفس حالة الزيرو، لكن الجملة الثانية هي بالمستقبل. بالمستقبل تحني بها، ممكن تستخدم، ممكن يستخدم بها will، ممكن going to، ممكن can، may، might، should. هذول كلهم إذا شفناهم على هاي الجملة عبارة عن يعني الجملة الأولى الأخرى مو جملة if، جملة جواب الشرط، ومعناته إنه هاي الحالة هي first conditional. بعض الأحيان ممكن نشوف جملة أمرية، الجملة الأمرية ما بيها زمن، يعني تبدأ بفعل. رح نأخذ هاي المحاضرة الملاحظة بعدها. إذا جملة if مضارع بسيط، والجملة الأخرى هاي الدلائل ممكن تكون موجودة بيها. ممكن نبادلهم فنجيب جملة if بالبداية ويبقى نفس الحالة، والجملة الأخرى هنا أنا بس نخلي الفاعل زمن ننساها. واضحة هاي السالفة؟ يعني ما بيها شيء صعب. مرة أخرى، جملة مضارع بسيط وجملة أخرى بها هاي الدلائل. زين أنت تحفظهم كل هذول الدلائل؟ يحفظهم كلهم. بس أنت يعني إذا جو هذول الدلائل قدامك، أوكي هذا تمام، عرفنا أنه هاي جملة الفيرست كونديشنال. لكن إذا أنت ما جدتك الدلائل، احفظ واحدة بس، مثلا بس الول. يعني أنت حتى تريد تستخدم، بس استخدم الول في البقية للسهولة مثلا. زين هسه نجي على الجملة الأولى مثال. If I study، إذا أنا درست today، هذا يا زمن، جملة if يا زمن هذا فاعل فعل، الفعل بدون إضافات. إذا هذا شنو؟ present simple مضارع بسيط. إذا الجملة الثانية هنا أنا I will go، مستقبل بسيط. I will go to the party tomorrow، راح أروح للحفلة يوم غد. إذا جملة if مضارع بسيط، الجملة الثانية مستقبل. حالة أخرى، if he gets a visa، إذا هو حصل الفيزا. بس انتبهوا هنا، خلينا الاسم الشخص الثالث لأنه الفاعل هو he. إذا if he gets، مرة أخرى حتى أراجعها، الفاعل إذا كان I، you، they، we، جملة if. إذا كان الفاعل I، you، they، we، كل شيء ما راح أعرفه مثل ما هو الفعل، أبقي على وضعيته، كل شيء ما غير بي، study. لكن إذا كان الفاعل he، she، it، راح خليها اس الشخص الثالث لانه هذا موضوع على present simple. لا تذكروا هاي الجمله الاولى اللي هي الاف. الجمله الاخرى لازم تكون بالمستقبل، فاستخدمنا will وبعدين الفعل بصيغه المصدر. will والفعل بصيغه المصدر، هذول كلهم راح يجي وراهم الفعل بصيغه المصدر، سواء كان will، going to، can، may، might، should، كلهم يجي وراهم فعل بصيغه المصدر. لا تنسوا. زين أجي هسه على جملة أخرى. I can't get to sleep if I فراغ drink a lot of coffee. أنا لازم قوس لكم. زين، ماذا أقدر أنام من أشرب قهوة؟ هنا أنا ما منطيني أي حالة، قال لي بس سويها. وين جملة if؟ هياتها جملة if. جملة if مجهولة، لازم أروح على الجملة الثانية أشوفها. الجملة الثانية إيش بيها؟ بيها كان. ما دام اكو كان معناته هذه حالة، هاي معناته الفيرست كونديشنال. اذا اكو بالجملة جواب الشرط كان، معناته جملة الشرط لازم تكون شنو؟ present simple. ما دام الفاعل اي، الفعل ينزل مثل ما هو، صح لو ما صح؟ خلصنا هذا. اما لو كان الفاعل هي فتصير drinks. ما تمام؟ نجي على الاخرى. if the weather فراغ بي، هاي مجهولة، خلي اروح اشوف الثانية. I فراغ، او هاي اثنين مجاهيل. إذا ما دام اثنين هم مجاهيل أنا ما أقدر أحلها. هو لازم ينطيني إشارة أنه حل بفلان زمن.
لأنه مجاهد شو أسوي؟ يعني ممكن تحلوها الزيرو بالفورست كلها تصير. فإذا لازم أروح أشوف شنو المطلوب مني. يقول لي حل إياها بالفورست كونديشنال. هسه تمام. ما دام قال بالفورست، إذا جملة إف لازم تكون بال سيمبل بريزنت سيمبل. وين جملة إف؟ هياتها جملة إف. شلون أسوي بالبريزنت سيمبل؟ وين الفعل؟ الفعل هو بي. والفاعل هو the weather، يعني يقابل it. الفعل be بالمضارع هو يا إما is يا إما are يا إما am، مصدره be. إذا إيش راح نختار؟ the weather شنو؟ أكيد is hot. خلصنا المقطع الأول اللي هو جملة if بالمضارع البسيط. أروح على جملة ثانية. الفعل go، جملة ثانية بالfirst conditional شو لازم تكون؟ واحدة مضارع بسيط والثانية مستقبل. مستقبل يعني يا إما will يا إما going to يا إما may يا إما might يا إما shall. ممكن كلهم استخدمهم هذولا، بس أنا أعسف ولا راح أحفظ ال will ورافع الفعل بين قوسين موجود، فبس راح أخلي will go خلاص هذا وكلهم أي واحدة تستخدمها صحيح. أجي على النقطة الأخرى. I فراغ play tennis. If it isn't too hot tomorrow. أنا أزوج هاي زمان تبعنا عليه. If it isn't too hot tomorrow. هنا أنا خلينا نشوف هذه الجملة. جملة وأنا جملة if هياتها جملة if. جملة if منطين إياها بالمضارع البسيط. إذا هاي تكون احتماليا صح؟ لأنه جملة if احتماليا يعني يا إما الزيرو conditional بالمضارع البسيط أو الفورست conditional. فينهم بالمضارع البسيط. إذا هسه ايش راح اخلي الزيرو ولا الفيرست؟ حيرني انا، فراح يطير يقول لي سويها بالفيرست. صحيح؟ لأنه جملة اف بالزيرو ما الدرس الماضي ومال هذا الدرس اثنيناتهم بالمضارع. فمن ينطيني اياها بالمضارع معناته ممكن احل بالزيرو ممكن احل بالفيرست. ولهذا هو راح يقول لي يابا ترى وين رايح انت؟ حل بالفيرست. جينا، جملة اف بالمضارع البسيط، الجملة الثانية شنو؟ مستقبل بسيط، ايش راح اخلي لها؟ بس راح اخلي ويل والفعل انزله مثل ما هو. ممكن ابدل الول اخلي اي واحده من الول مي او مات الى اخره كل اللي يصير. وطبعا راح تكون كالعاده الملزمه مرفقه بالرابط الفيديو بالديسكربشن. راح تشوفون العديد من الاسئله الوزاريه، حلوها كلها حتى لا يعبر شيء عليكم. واذا اكو اي استفسار سؤال اسالوا على المباشر على الدايركت. هسه اجي على شويه ملاحظات مهمه لازم افهمها. اول شيء الملاحظه الاولى، يقول ممكن أن تكون جملة جواب الشرط أمرية، مو جملة الشرط اللي بيها إف. الجملة الأخرى ممكن أن تكون أمرية، أمرية ما بيها زمن مثل ما قلنا، أي أنها تبدأ بفعل مثل إيش؟ مثل open the door، يعني إذا جو حار open the door مثلا وهكذا. إذن ممكن تكون يا إما تبدأ بفعل بهاي أو تبدأ بالنفي، يعني مثلا don't open the door، يا يعني إما تبدأ بفعل مباشرة open, close, write إلى آخره، أو don't والفعل اثنينهم أمر. فإذا كانت أمرية فالأمرية فقط تجي مع أي حالة؟ بس تجي مع الفيرست conditional، ما تجي مع غيرها. الجمل الأمرية هسه احنا كتبنا ممكن تكون جملة أمرية، الجملة الأمرية تجي مع الفيرست conditional. فإذا جتك هنا جملة أمرية معناتها الثانية شنو؟ present simple. راح ناخذ مثال صغير عليها. If you lose the game، إذا أنت خسرت اللعبة اللي تلعبها بالبلاي ستيشن أو غيرها، إيش راح تسوي؟ play again. play again هي شنو؟ هي جملة أمرية. فممكن هنا أنا يخليك الفعل بين قوسين lose ويقول لك سوي لي. ما دام هاي أمرية معناتها هاي شنو؟ first conditional. معناتها الإف هي بالمضارع البسيط واليو ما دام الفاعل هو يو إذا راح نزله مثل ما هو، ما راح أغير كل شيء. أما لو كان هي راح أخلي إس الشخص الثالث، وهنا أنا راح أخلي إس. هاي النقطة الأولى مهمة. النقطة الثانية هاي موجودة بالوزاري إجت ب 2016 هاي النقطة اللي هي unless، موجودة بالتمارين أحد التمارين موجودة جملة واحدة فقط يمكن ما أذكرك غيرها، وإجت بالوزاري ب 2016 أو 17 لأحد الأدوار. يقول من الممكن أن نستخدم unless. شنو معناته unless؟ يعني ما لم، زين، بمعنى if not
يعني نعتبر هاي الانلس من نشوفها نعتبرها وكأنما هي if not، وكأنما هكذا حيث تكون فقط بالزيرو وبالفيرست. هاي الحالة اللي هي الانلس ما تجي إلا يا إما بالزيرو كونديشنال يا إما بالفيرست كونديشنال، ما تجي ما راح يجون بالحالات القادمة السكند والثيرد ما بيجي. زين هاي الجملة شنو راح تكون؟ جملة هي صح بمعنى if not، انت لا تحذفها وتخلي if not تعرفها مثل ما هي، بس حتى تفهم الجملة راح تعتبرها انه هي if not، يعني فراح تكون الجملة عبارة عن جملة مثبتة لكن تحمل معنى النفي. مرة اخرى راح تكون الجملة هي عبارة عن جملة مثبتة لكن راح تحمل معنى النفي. شلون؟ مثال unless he، يعني نشوفه هنا وقال لك سوي لي الفعل، ماكو ما راح تشوف if هنا، راح تدوخ هذا الموضوع. من تشوف ال unless معناته هو نفي. زين يعني هي هاي جملة if. زين ما دام ال unless معناته هي يا إما ال first يا إما zero. بس هنا احنا راح نفترض انه بالامتحان راح يقول لك يا ابا هاي سوي لي اياها بالفيرست، فراح اجي اسويها. جمله اف لازم تصير شنو؟ بالبريزنت سمبل. اف هي ميك، ايش راح يصير الميك؟ ميكس اس الشخص الثالث ما انساها. بعدين ذس اذا اف هي ميكس ا بيج ايفورت ذس تيرم، اذا سوى جهود كبيره هذا الفصل، هي فراغ دونت جيت ثرو the end of the year. راح نسوي بس راح نخلي will not لأنه منفية وأكمل get through، أكملها كلها اللي بين قوسين وهذا خلصت. بس الموضوع مو صعب بس يحتاج له شوية تركيز. كنت أمل وممكن تعملها دروس إلكترونية، بس أقصد أنه يعني بالحضورية دائما يعني واحد يتأكد من الطلبة نحل، لكن أنا ما نقدر نتأكد لأنه هو إلكتروني أو أونلاين الشرح. فإذا عندكم أي سؤال استفسار أرجعوا لسألوا على الدايركت وإن شاء الله ما نقصر وياكم. رح أمسح الصبورة هذا الفيرست وأرجع نكتب السكند كونديشنال. من إذا فهمتوا الزيرو المحاضرة الماضية أكدنا أنه مهم جدا نفهم الزيرو لأنه على أساسه رح نبدي نستوعب البقية. إذا أول الزيرو والفيرست ما فهمته ما رح تفهم البقية، فالزيرو مهم. إذا ما فهمت اليوم أرجع على الزيرو، أفهم الزيرو نرجع نصعد اليوم حتى نفهم على الفيرست. إذا رجعت للزيرو أكيد اليوم راح تفهم الفيرست، وإذا فهمت الفيرست راح تفهم الباقين بسهولة لأنه هي قضية التعامل معي في الموضوع صعب. فالمهم راح أرجع بعد ثواني بس أمسح الصبورة وأرجع لكم. مرة أخرى رجعنا وياكم يا شباب حتى نكمل الـ second conditional. الحالة الثانية مع الـ if close، أخذنا الزيرو conditional والفيرست conditional وهسه راح نتكلم على الـ second conditional. جملة if اللي هي جملة الشرط وجواب الشرط كالعادة. الجملة الشرط راح نستخدم بها الـ past simple، وجواب الشرط راح نستخدم بها would و could و اكو غير احتمالات بس ما موجودين بالمنهج عندكم. اذا جملة if راح نستخدم بها الـ past simple. شنو هو الـ past simple؟ اللي يريد يذكر الموضوع الافضل ان تذكر الموضوع كله، بس حتى لا نطول الشرح موجود بالشرحي سابقا من تكلمنا على unit 1 lesson 2، وراح اذكر الرابط انزله جوا بالديسكربشن حتى اللي يريد يرجع على الماضي البسيط يرجع للشرح هناك يستوعب كله ويرجع يكمل وياه. بس راح نكتب القاعده هاي بشكل اخر اسهل. اول شيء جمله if ايش راح يكون بيها؟ راح يكون بها اول شيء فاعل اللي هو شنو؟ سبجكت. وراها اكو احتمالين، يا اما يكون فعل وبه ايدي، يعني خلي نكتب فيرب بايدي هو الماضي اذا تذكروا، كان يا اما فيرب بايدي او ممكن يكون شاب irregular verbs اللي هي الماضي مثلا للفعل cut هو نفسه مثل ما هو. هذول الاحتمالين راح يجي وياهم تكمله. واكو احتمال اخر اللي هو النفي، فاذا كان اكو نفي هذا الاحتمال الاخر راح يكون اكو didn't زائد الفعل بصيغه المصدر والتكمله. اذا هاي الثلاث احتمالات اللي عندنا حتى نسوي جمله الباست سمبل ببساطه. يا اما اول شيء سبجكت منتهي منه دائما ببدايه الفاعل، يا اما وراء فعل بايدي هذا اذا كان اعتيادي، وإذا كان شاذ فلازم تحفظ الأفعال الشاذة اللي حفظناها من البداية، أو
didn't يعني بصيغة النفي وياها فعل، هاي إذا كانت خبرية، إذا كانت استفهامية هذا غير شيء. نأخذ مثال على كل واحدة منهم على السريع بس راح أكتبها هنا أنا. مثل I played هذا فعل بإيدي. المثال على فعل شاذ نقول مثلا he cut بالماضي قطع، ومثلا نقول she didn't sleep وتكمل واضحة. إذا هذا حتى جملة الإف بهذه الطريقة راح نتعامل وياها. هذا أول مقطع اللي هي جملة الشرط. جواب الشرط شو راح يكون؟ جواب الشرط هو يا إما بي ود أو كود، وقلنا أكو غير تفاصيل ما موجودة عندكم. يا إما شو راح يكون أكو بي؟ أول شيء اللي هو الفاعل، ورا الفاعل راح يجيني، يعني أكو موضوع راح ناخده ورا الفاعل أو شيء خلي أحكي عليه، راح يجيني يا إما ود يا إما كود، وراهم راح يجيني الفعل بصيغة المصدر. يا إما ود يا إما كود والفعل وراهم بصيغة المصدر. أكو شيء آخر مثلا was where وراها going to، هذا ممكن تجي هنا أنا. راح شو تشوفوها ملزمة بعدين، بس هي بشكل عام هي هاي الأسئلة اللي موجودة اللي تتكرر دائما. زين هسه نجي على التمارين نحلها. قلنا هسه عرفنا انه الاف بها يا اما past simple، والعفو بها past simple جملة if، والجملة الثانية بها would could بعدين الفعل بصيغة المصدر، وهاي التفاصيل اللي حكينا عليها. خلينا نشوف الأمثلة. If I had lots of money ماضي. If I had lots of money لو كان عندي lots of money شو راح أسوي؟ I'd buy a new car. شوفوا if I وهذا فعل شاذ الأصل اللي هو have فصار had lots of money I would وراء الفعل بصيغة المصدر. مثال آخر if I won إذا أنا ربحت الماضي مال win يربح، هاي الماضي مال win وهاي الماضي مال have. A million dollar إذا أنا ربحت مليون دولار I would buy مثلا buy I'd buy a big house راح أشتري big house. هسه هنا المثال إيش يجيب الوزاري؟ يقول لك if I فراغ I would join a tennis club، ويقول لك سوي إياها حسب الصحيح. أنت تيجي عليها أنت ما تعرف، هنا جملة if ما واضحة لازم أنا أضعها. أجي على الجملة المحلولة اللي هي الدليل، استخدم would وراها فعل بصيغة المصدر. إذا هاي حالة، إذا هاي معناته أكيد هي second conditional. ما دام هاي second conditional إذا جملة if لازم تصير بالماضي. شو الماضي مال play؟ بكل بساطة هو play لأنه هو فعل قياسي. خلصنا. أجي على جملة أخرى. I أنا نهار انتبه أنا فعل بس هي إذا منفي. Him I he if he was the last man on the earth. هذا إيش 2020. هاي ما عرفتها. أجي على الثانية. If he was يعني شنو؟ يعني ماضي. جملة if بالماضي. إذا أنا لازم يكون راح يكون بها. بس راح نخليها إما would يا إما could. بس خليت would أو could. اثنينهم يسوون. وياها المصدر. ماري. بس دقيقة أكو بيها نفي. فياخذهم فصير يا يعني إما if I wouldn't أو I couldn't وخلصنا. بس بهاي البساطة. بس انتبهوا على هاي الملاحظة. إذا كان أكو إحنا قبل ما نبدأ الملاحظة بشكل عام بشكل عام إذا جانا الفعل مثلا he فراغ والفعل قال استخدم الفعل be a student ممكن الجملة ما علاقة بالتفاصيل بس دهش على هاي الحالة. هي هنا أنا خليها بالماضي، خلي لي هاي الجملة بالماضي. شو راح نسوي؟ شنو الفعل بي بالماضي؟ يا إما was يا إما were. الفعل بي بالمضارع is are am، وبالماضي هو يا إما was يا إما were. ما عرف هي شي يجي هي was صح ولا ما صح؟ صحيح. زين مع الاي ايش يجي؟ اي واز ولا اي وير؟ هو بالحاله الطبيعيه نقول اي واز صح؟ لكن انتبهوا على الملاحظه. يقول اذا كانت الحاله تخيليه هاي بالسكند كونديشنال، اذا كانت تخيليه فراح نستخدم
نقول I wear. I wear مثل إيش؟ أكو واحدة مستخدمة عندكم موجودة بالمنهج يقول if I wear you. تخيلي يعني أنا لو كنت مكانك، شوفوا ما قال if I، ما قال if I was you، بالتخيلية نقول if I wear you. If I wear you أو if I were a king، لو كنت ملكا. تخيلوا شو يسويني ملكا. ف if I were a king أو if I were a lion، لو كنت أسد. فبالتالي بالحالات التخيلية مع الآي راح ناخذ where. تمام؟ واضح هاي النقطة؟ هسه هو هذا كل ما يتعلق بموضوع ال first وال second conditional. راح ناخذ شوية وزاريات وراح أعوف الثيرد كونديشنال بعدين حتى نرجع نحل وزاريات على كل الحالات مع بعض. بس أمسح السبورة وأرجع لكم شوية وزاريات ونرجع لكم. نرجع وياكم بقليل من الوزاريات، شيء قليل ولا أكون موضوع فيه كثير من الوزاريات، فحلوا تشوفوها بمنزمه تمرنوا عليها. أجي على الأولى. If you find a snake in your bed what would you do؟ لازم أسوي هذا. أجي 2020 هنا ما أعرف، أروح على جملة الدليل. هما جملة ينطين يا إما يحدد لي يقول لي يا condition يريد zero first second third أو ينطين دليل. فهنا أكو واحدة فاربة، خلي أشوف الدليل شنو هو. الدليل موجود بها جملة استفهامية بس أكو بينه would فعل رئيسي. إذن أصل الجملة كانت you would do وبعدين صارت استفهامية. إذن هاي حالة، هاي السكند اللي بيها would. ما دام جملة مو جملة الشرط، جواب الشرط بين would، معناتها لازم تكون بالماضي. شنو الماضي مال find؟ find it؟ لا أكيد مو find it. هذا الشاذ. الماضي مالته هو found. found. أجي على الثانية. she would look. انطاني would. look nicer. إذا هذه مباشرة عرفنا إنه هي second conditional. هذا أجل 2019. إذا هاي would معناتها هاي شنو؟ جملة if ماضي. she wear contact lenses. إذا إنت راح تصير الماضي مال wear هي wore ارتدت. he فراغ be more attractive. هاي جملة يعني بيها السؤال فراح أعرفها. أروح الثانية. he shaved. shaved هاي بالماضي. إذا جملة if بالماضي البسيط، إذا الجملة الثانية إيش راح أخلي بها؟ راح أخلي قبل الفعل يا إما would يا إما could. he would be الفعل يبقى نفسه بصيغة المصدر. he would be more attractive. محتاج أحول was where ما دو خلاص الموضوع. البعد would يجي لي المصدر وهو دائما بين قوسين مخلي لي المصدر. الأخرى he gets. يعني هاي مضارع، مضارع بسيط. انا عندي مضارع بسيط باي زب اي كونديشن، عندي بالزيرو كونديشن المضارع بسيط وعندي بالفيرست كونديشن المضارع بسيط. هذا سؤال محير. اذا اكيد معطيني دليل يقول لك سوي لي اياها بالفيرست. الفيرست ايش راح اسوي؟ لو كانت زيرو راح اخليهم مضارع بسيط مضارع بسيط، بس ما دام فيرست لازم اخلي مضارع بسيط وامامه شكو مستقبل، بس راح اخلي will واللي بين قوسين انزله مثل ما هو بورو. أجي علي وراه. if نور go هذا أروح المحلول. I want هاي ال want المختصر مال will not، لازم تعرفوا حاجين عليه سابقا. ال want والمختصر مال will not. إذا ما دام will not هذه حالة معناتها هاي ال first conditional ما صحيح. إذا هاي إيش لازم يكون؟ مضارع بسيط. مضارع بسيط شنو؟ بس أخلي له go نزل الفعل مثل ما هو، بس انتبه على الفاعل. إذا كان هي شيئت لازم اخلي اس الشخص الثالث والجو تاخذ اي اس تصير جوز. جوز مو كويس جوز. تمام يا عيني. هيا ببساطه شويه اسئله وان شاء الله بالمحاضره القادمه راح ناخذ الشكل او الثيرد كونديشنال كامله وناخذ وياها وزاريات مشكله حتى نختبر نفس الموضوع. واشوفكم المحاضرات القادمه وكباي.